السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، لنكمل أنا وإياكم سلسلة الدروس الإلكترونية لمادة اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط، فأهلا وسهلا بكم. Today we will talk about writing in second course unit 6. اليوم راح نتحدث حول موضوع الإنشاء الذي يخص الوحدة السادسة في الكورس الثاني. أعزائي الطلاب، بالنسبة لموضوع الإنشاء للوحدة السادسة، هنا عندنا موضوع إنشائي اللي هو جواب تمرين إي صفحة 74 في كتاب النشاط حول كتابة موضوع إنشاء عن وصف تعطيه لصديقك لكي يميزك. Unit 6 Lesson 4 AB 74 Exercise E، يعني هذا جواب تمرين E في كتاب النشاط. هنا أنا منطوق التمرين يقول Write a description for your friend so that your friend will recognize you. طبعا هنا أنا اكتب وصف حتى صديقك يميزك به، يعني توصف نفسك حتى أنت تكون سهل بالنسبة لصديقك حتى يتعرف عليك. هنا أنا مثل ما وضحنا بالإنشاء السابق بأنه إحنا هنا نكتب تعبير بسيط وسهل للطالب حتى يستطيع أن يحفظه ويكتبه في الامتحان، وبنفس الوقت من الممكن أن الطالب يعبر تعبير خاص به لكن على نفس هذا الموضوع ويستعين به بالامتحان ويكون يعني شيء جيد يحسب إلى الطالب، على اعتبار أنه الإنشاء هو نوضع حتى يطور من مهارة الكتابة والتعبير عند الطالب. ناخذ نقرأ هذا التعبير البسيط وبعدها نطلع على الترجمة حتى يكون واضح للجميع. I'm quite tall and slim and I have long brown hair. طبعا هنا أنا جاي أوصف نفسي وأودي هذا الوصف إلى صديقي حتى يستطيع يتعرف علي لما يلتقي بي. هنا أنا جاي أقول أنا طويل القامة ونحيف وأمتلك شعر طويل بني. I'll be wearing a green t-shirt and red trainers. يعني أنا سوف أرتدي قميص أخضر اللون وكذلك حذاء رياضية حمراء اللون. You'll recognize my parents easily. أنت سوف تكون قد ميزت والدي بسهولة، يعني راح تستطيع تمييز والدي بسهولة. شلون؟ خلي نشوف. My father is very tall and he wears black jacket with glasses. نانا my father is very tall، يعني والدي جدا طويل. And he wears black jacket، وهو يرتدي سترة سوداء اللون. With glasses، يعني مع نظارات. My mother is quite short and fat. أمي جدا قصيرة وبدينة. Her hair is gray. شعرها رصاصي اللون. She wears a green suit. وهي ترتدي ثوب أخضر. طبعا هذا التعبير مأخوذ من الكتاب حتى يكون واضح للطالب وسهل. وهذا التعبير يعبر لنا عن شلون لما تلتقي بصديقك لأول مرة، وهذا اللقاء راح يخليه يتعرف عليك وعلى والدك وعلى والدتك من خلال هذا الوصف. هنا لو نجي للترجمة، أنا طويل القامة ونحيف وأمتلك شعر طويل بني. أنا سوف أرتدي قميص أخضر وحذاء رياضي حمراء. أنت سوف تميزني من والدي بسهولة. أبي جدا طويل ويرتدي سترة سوداء مع نظارة. وأمي جدا قصيرة وبدينة، شعرها رصاص اللون، هي ترتدي ثوب أخضر. هذا فيما يخص موضوع الإنشاء للوحدة السادسة. الوحدة السادسة تحتوي على موضوعين للإنشاء أو أكثر من موضوعين للإنشاء، تقريبا من 5 إلى 6 مواضيع، لكن إحنا مثل ما تعرفون نختار في كل وحدة موضوع واحد حتى يكون سهل للطالب ويحفظه بشكل جيد أو يقدر يعبر عنه بشكل جيد.
إلى هنا أعزائي الطلاب، نأتي إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم اللي تحدثنا بها حول موضوع إنشاء الوحدة السادسة. ومثل ما قلنا، يقدر الطالب يحفظ هذا الإنشاء الموضوع ويكتبه في الامتحان، أو إذا عنده مقدرة للتعبير يقدر يعبر تعبيره الخاص، لكن على نفس هذا الموضوع اللي هو وصف تعطيه لصديقك حتى يستطيع التعرف عليك لما يلتقي بك لأول مرة. أتمنى لكم الموفقية والنجاح، وشكرا لكم.